اول معلوماتنا عن اي مسلسل بيكون ايه؟ يعني لما بنعرف مسلسل يا بنشوف البرومو بتاعه او بنشوف البوستر او الملصق زي ما بيقولوا. خلينا نقول بوستر لان كلكم بقيتوا عارفينه يعني. وطبعا لما بيتحط بقى على كل البلاتفورم وسائل التواصل الاجتماعي كلها او يعني على الديجيتال ميديا كلها بنعرف على طول المسلسل ايه، هتلاقيه يلف على كل الاماكن والناس بتتفرج وبتبقى دي الصوره الدعائيه زي ما بيقولوا، بتبقى الحقيقه جزء مهم جدا من التسويق. احنا فاكرين انه احيانا بتبقى الصور دي ناس تبدا يبقى عندها نوع من انواع الجدل، اللي يعجبه اللي يقول هيطلع ايه اللي يتكلم، لكن الجميل انه يعني البوسترز والوسائل دي اصبحت متطوره بشكل كبير جدا، التكنولوجيا لعبت فيها دور كبير قوي وبقت جزء لا يتجزا كمان من نجاح المسلسل، وكمان بتجذب مشاهد. احيانا انت بتبقى محدد المشاهد بتاعك او الفئه العمريه، لكن احيانا البوستر بيجذب اكتر من المشاهد بتاعك او من الفئه العمريه، لانك ما تبقاش متوقع انه في ناس تقول يعني يتشد ويقول لك انا يشوفوا البوستر يقول لك المسلسل ده شكله جامد انا هتفرج عليه، انا عايز اشوفه بيقول ايه، انا هتابعه، او العكس لا البوستر تعبان قوي ده يعني. فالبوستر هنا او الملصق او الدعايه الخاصه بالمسلسل مهمه جدا لان هي الصوره الاولى للمسلسل. فالتصميم مهم، وصاحب التصميم اكيد بيبقى في حيره يروح فين ولا يعمل ايه ولا يفكر ازاي. انا عايزه افكر بدماغه ونفكر معاه بصوت عالي مع مصمم البوسترات الاستاذ شريف مختار او المبدع. مساء الخير. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. يعني انا بفكر معاك بصوت عالي، لو انا مكانك معروض عليا مسلسل اكيد انت بتقعد يعني تعرف الموضوع المحتوى الابطال، بتبدا منين عشان تتخيل البوستر في الاخر؟ اولا انا مبسوط ان انا مع حضرتك النهارده ومتشكر قوي على المقدمه الظريفه دي، وانت عرفتي موضوع البوستر بشكل بسيط جدا وبشكل بروفيشنال. يعني هي الفكره بتبدا في الاول خالص ان احنا بنعمل يعني باخد فكره عن المسلسل سواء بتريتمنت او ان انا بتفرج على اجزاء من المسلسل. بعد كده بنعمل قعده مع مخرج العمل والبروديوسر او المنتج يعني، وبنبتدي نحط خطوط عريضه كده، بنشوف المسلسل ايه يعني، ايه الخطوط العريضه اللي ماسكه المسلسل او الكيمه اللي المسلسل بيلف حواليها، وبعدين بنبتدي نطلع افكار وسكتشات، وفي الاخر بنستقر على حاجه معينه اكتر حاجه بتبقى ريليتد او اكتر حاجه فيها فكره، وبنبتدي ننفذ على طول. طيب انا هنا حضرتك بتقول بتفرج على المسلسل، يعني اذا اهو احنا بنشوف معاك البوستر. معرفش لو مخرجنا عمر يقدر يعمل زوم اكتر على الحشاشين، فاحنا بنتفرج على الحشاشين، فبوستر هنا برضو حقيقي جذاب جدا ولايق على الحقبه وعلى الزمن طبعا، لان هو الفكره ان المسلسل يعني الاكسسوار والفتره الزمنيه اللي فيها المسلسل مخليه معايا ادوات او امكانيات تخليني اعكس الصوره بشكل احترافي اكتر او بشكل يعبر عن المسلسل اكتر. يعني احنا بنتكلم في مسلسل تاريخي عن طائفه الحشاشين، طبعا نجم كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي. التيمة او الـ او الـ او الـ او الـ او الايتم اللي حاولنا نلتفه حواليه في المسلسل فكره القلعه اللي هي الجزء الرئيسي في المسلسل، فحاولنا نبين طبعا القلعه دي وشخصيه حسن الصبوة. احنا هنا بنتفرج معاك واحنا بنتفرج على الزوم اكتر، ففي طبعا القلعه، الحجر، الزي بتاع كريم عبد العزيز، يعني الصوره بتتكلم على الزمن بشكل كبير، وهنا دقه البوستر انه يحكي الحكايه قبل ما احنا كمشاهدين نشوفه. ما هو ده بالظبط، هو ده الهدف اصلا من البوستر، اللي هو البوستر يعتبر البوابه الاولانيه او النقطه الاولانيه لتعرف المتلقي على المسلسل او زي ما حضرتك قلت يعني في الاول. فاحنا هنا يعني اهم حاجه كانت عندي في مسلسل تاريخي زي ده ان انا يعني اعكس الفتره الزمنيه دي واعكس شخصيه حسن الصباح وعلاقته بالطائفه نفسها اللي هم متاثرين بيه او بيسمعوا كلامه. فده كان حاولت اطلع كل ده من خلال صوره تعكس ده، ويا رب اكون نجحت يعني في حاجه زي كده. أنا عايزة أسألك هنا أستاذ شريف، يعني وأنا بتفرج على الصورة على الحشاشين هنا بقى، أنت مثلا بتقترح أكتر من صورة وبعدين بيحصل مثلا بتقعد مع بتتكلم مع صناع العمل إنه
بتختاروا في النهاية الصورة إيه؟ يعني بتديهم بدائل مثلا أو اختيارات مختلفة؟ هو احنا في الاول بنبقى يعني متفقين قبل ما نبدا تصوير، بنبقى متفقين على شكل الفريم، يعني احنا هنعمل 1 2 3 الفريم هيبقى شكله كذا وكذا وكذا. ساعه التصوير نفسها ممكن تطلع حاجات احسن او افكار مثلا تدينا مثلا ايحاءات ساعتها، ان هو لا طب ما تيجي نعمل كده على حسب، يعني مثلا ممكن الاكسبريشن بتاع كريم او رياكشن وص يديني حاجه ما كنتش عامل حسابي عليها اشوف انها احلى فننفذ او ينقلنا لمنطقه جديده، فبتحصل كتير طبعا. طيب بتاخد يعني انت من اهم البوسترات اللي انت حاسس يعني في رمضان ممكن تكون يعني لما بدا ينزل البوستر بتاع الحشاشين، هل بتشوف التعليقات الناس قالت ايه الانطباعات؟ طبعا اكيد، يعني اكيد السوشيال ميديا طبعا مهمه جدا انها بتعكس يعني راي الناس او يعني بتاخدي فيدباك كده مبدئي، اذا كان اللي انت عاملاه ده حاجه كويسه ولا حاجه نص نص او حاجه وحشه، فطبعا بيبان، يعني طبعا بيبقى فيه طبعا حاجات كتير، يعني هقول لحضرتك على حاجه، في جزء كبير بيبقى الناس ممكن تبقى مش فاهمه، في ناس كتير مش فاهمه يعني الموضوع التقني زياده او الحته التكنيكال او العيوب مثلا، فبيبقى معجبه مثلا بالعمل نفسه او العمل نفسه واخد صيت كبير جدا، فالناس بتبقى مجرد ما تشوف بوستر بتبقى مبسوطه، بس اوفر اول يعني في الاخر انت بتقدري تكوني فكره عن الحاجه اللي انا عاملها دي، هل هي كويسه او هل هي عاديه او هل هي يعني نص نص، يعني بقدر طبعا من خلال السوشيال ميديا افهم. في رمضان 2024 اهم البوسترات بالنسبه لك ايه؟ اللي عملتها يعني غير الحشاشين. الحشاشين طبعا، وفي جودر وامبراطوريه ميم وصدفه وسيد العقارب. انت عامل اعداد كتير يعني. يعني وهنا عندك يعني هنا عندك يعني جودر كمان اهو قدامي، عندك اختلافات يعني كبيره في المحتوى، فهنا هيبقى عندك فرصه انك تبقى متنوع. يعني هنا مثلا جودر انت برضو فكره الخيال لازم تبقى موجوده في البوستر، ولانه جودر صعب هتنقل ايه ولا ايه في الخيال. طبعا، عشان يعني هو جودر هو برضو مسلسل غني جدا ومليان تفاصيل، فاحنا استقرينا على فكره ان احنا نستغل الديكور الموجود اللي بيعكس شخصيه شهريار، وكان البطل الرئيسي يعني في البوستر بتاع جودر الديكور والازياء الملابس والشكل الشخصيات، يعني فده اللي كان مسيطر على البوستر اكتر، يعني طب كان حبينا نستغله. يعني انا عايزه قبل ما تسيبنا نشوف كمان امبراطوريه ميم، لانه امبراطوريه ميم يعني هنا ما كنتش محتار، لانها كانت معموله فيلم قبل كده ناجح جدا بالعظيمه القديره فاتر حمامه، وطبعا هنا بفنان كبير خالد النبوي، بس انا شايفه ان البوستر يعني المسلسل غير الفيلم، انت عامل حاله الشقاوه والعيله يعني، ده كان مقصود. مظبوط، هو الفكره بصي هو طبعا لا ده يعني فكره ان العمل اصلا عمل ناجح زمان ومحفور في عقل المتفرج، فده بيوترني اكتر، مش بيبقى سهل، لان انت يعني بتحط عليك مسؤوليه ان انا هنعيد صياغه الموضوع ده بشكل المفروض بشكل جديد بقى بيعبر عن العصر اللي احنا فيه، والتكنولوجيا طبعا هتخش في الموضوع وكده، فده كان بيبقى في نوع من انواع المسؤوليه ان احنا نحاول ننجح ان احنا نعمل حاجه برضو تلفت نظر الناس، وهنا كمان الشباب والتنوع الشباب والعيله، يعني الحاله دمها خفيف يعني زي ما هي موجوده على الشاشه. هو الموضوع يعني في لايت كوميدي طبعا، فاحنا حبينا نعمل فكره طبعا العيله برضو اللي تلتف حوالين رب الاسره اللي هو عامل امبراطوريه في البيت، بس يعني فكرنا نعمل ايه جديد، ففكرنا في فكره التوب شوت اللي هو الشوت اللي من فوق ده، ان هو نخرج الموضوع بشكل مختلف شويه، والحمد لله يعني ربنا وفقنا في الحكايه. قبل ما تسيبنا ناخد اخر بوستر بتاع صدفه، نشوف صدفة. وصدفة هنا يعني ده مسلسل اجتماعي، والفنانة ريهام حجاج بتغير أيضا من يعني شكلها وطلع في دور جديد عليها، يعني في شكل شعبي أكتر يعني. هو أنا بشتغل مع ريهام بقالي سنتين ودي ثالث سنة. طبعا هو يعني كان دايما في الموضوع بيبقى فيه دراما، المسلسلات بتحرز ناحية الدراما، السنة دي في لايت كوميدي بس برضه في تاتش، في أحداث غامقة يعني في دراما برضه، بس بشكل لايت كوميدي شعبي. فطبعا حاولنا نبين شخصية صدفة، إن احنا نعمل حاجات فيها ألوان
بس في نفس الوقت مش الوان زاهيه يعني، الوان فيها تاتش برضه جامد سنه، بحيث ان احنا نعكس الحاله العامه بتاعت المسلسل. واخترنا ان احنا نصور في البيت برضه بتاع صدفه نفسه اللي يعني هيبان لما يعني تاخده من الديكور نفسه بتاع المسلسل. بالظبط، وده اللي حصل. ان احنا خدنا من الديكور نفسه عشان نعكس حاله الشخصيات يعني. سؤال سريع جدا شريف، بالنسبه للبوسترات، هل مره كده بوستر كان سبب في عدم نجاح مسلسل او عدم نجاح فيلم ما كانش طبعاً موفق؟ طبعا يعني وارد، طبعا جدا بتحصل كتير جدا، لان يعني المتلقي ذكي جدا دلوقتي وبيشوف كتير، واحنا بقينا بنتحط مع الحاجات بتاعت بره في بلاتفورم واحد، فانت بتعدي على الحاجات دي كلها جنب بعض. فبيبقى في مسؤوليه كتير جدا. واحيانا تسمع الجمله دي يقول لك والله رغم ان البوستر كان كده بس فيلم طلع حلو، او والله رغم ان كذا بس المسلسل طلع حلو. فهنا برضه بتحصل طبعا، بس هي خطر يعني، او العكس ان البوستر حلو قوي والعمل ما يبقاش بالنجاح البوستر. هي خطر جدا، لان البوستر لو مش على قد مستوى العمل ده شيء مش لطيف يعني. حتى لو العمل يعني كتب له النجاح، بس بتبقى المنطقه دي مش حلوه، لان البوستر مكون رئيسي يعني، او اول مكون مكونات العمل. صحيح. يعني لما يحصل فيه اخفاق بتبقى الموضوع مش ظريف يعني. إن شاء الله تكون كل البوسترات على محتوى أعمال رائعة وبإذن الله، وهنتكلم أكتر لما تبدأ الأعمال بإذن الله. إن شاء الله. بالتوفيق مصمم البوسترات شريف مختار، أشكرك شكرا جزيلا.